السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخي أنا وماما. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد، واحد الرغيفات اللي كيجيو غزالين، كيوجدوا في رمشة العين، خفن زربن، ساهلين بمقادير متوفرة في البيت. نتمنى أنكم تتبعوا معي من الأول حتى الأخر، هانتوما تشوفوا القوام ديالهم كيف ما قبل ما نبداو لا فيديو. كيجيو منفوخين ومقرمشين ومن الداخل خاويين. هانتوما تشوفوا، تبعوا معايا من الاول حتى الاخر الطريقه والمقادير ونبداو على بركه الله. اول حاجه كنبدا، عندي جوج معالق ديال الزهر، جوج معالق ديال الخل، عندي واحد شويه ديال الخرقوم عرق، كيبقى دائما اختياري، بغيتو تضيفوه ضيفوه. عندي واحد ساشي ديال الفاني، عندي معلقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه، عندي هنايا شويه ديال المسكه الحره تقريبا واحد سبعه ديال الحبات، الملحه اللي تصحح الذوق، عندي هنايا ثلاثه المعالق ديال الجنجلان، معلقه كبيره مع مراج ديال النافع، معلقه كبيره مع مراج ديال حبه حلاوه، ومعلقه مع مراج كبيره اكيد ديال القرفه. عندي هنا 250 غرام ديال الطحين، عندي واحد ساشي ديال الفاني، وعندي الماء تقريبا. انا هنا عندي رابعه، فغنشوف ان شاء الله شنو اللي غادي يجمع ليا هاد الطحين. اول حاجه كناخذ هاد النواشف، هما الاولى كنضيفهم، كنزيد نضيف المسكه الحره، كنزيد نضيف الفاني، كنزيد نضيف الخماره حمراء، هاد الرغيفات البنات راهم كيجيو غزالين، نتمنى انكم تجربوهم، وراه خفن زربين كيوجدو. وكنزيد نضيف الخرقوم، وكنزيد نضيف الملحه كما سبق قلت لكم لتصحيح الذوق فقط. هنا كنخلط هاد النواشف البنات، هما الاولى المقادير اللي سبق وذكرت لكم. تنتأكد منهم انهم اندمجوا مع بعضياتهم. هنا كنزيد نضيف هذيك المعلقه ديال الزبده اللي كتقوم بحراره المطبخ. صافي، وغادي نبدا نلبس هاد الطحين بهاد المعلقه ديال الزبده. عاد من بعد كنزيد نضيف السوائل. صافي، هنا من بعد ما لبست هذاك الطحين هنايا مع الزبده، هنا غادي نزيد نضيف الزهر، وكنزيد نضيف الخل. صافي، وكنبدا نضيف هذا الماء تدريجيا. بالنسبه للماء البنات فانا ضفته دافي شويه باش يساعدني، خصوصا في هذا الوقت يعني الحال شويه باقي بارد. بالنسبه للماء فانا قلت لكم ضفت كاس عندي فيه رابعه، وفي الاخير ان شاء الله نقول لكم شحال جمعت ليا هاد الطحين، شحال جمع ليا الماء، شحال جمع ليا ديال الطحين. ريحتهم راها غزاله البنات، يعني هما باقيين خضر وباقيين كنعجنوا فيهم، فالريحه ديالهم طالعه زوينه. صافي البنات، هانتوما تشوفوا انا جمعتها. ما كتاخذش زعما واحد المجهود باش انكم تدلكوها، غادي ندير فواحد البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح تقريبا بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وداك الساعه نرجع لكم ان شاء الله. بالنسبه للماء البنات فهاد الكاس عندي رابعه، انا استعملت النص ديالو بحال كاس ديال العنبه ديال اللي كنشربوا فيه، الكاس ديال اتاي ديال العنبه، يعني كاس ديال الماء. صافي البنات، من بعد ما خليتها 15 دقيقه هي كل ما ارتاحت فمزيان، مي اللي ما عندوش الوقت ماشي ضروري نخليها زعما اكثر. غادي نحاول انني نقسم العجينه على جوج، اللي عنده سطح العمل كبير
يخليها هكا. اللي ما عندوش مثلا سطح العمل كبير، انا حيت عندي السطح غير هكا غير صغير، فهاداك الشيء باش غنقسمها على جوج. صافي غناخذ العجينه وغناخذ واحد الدلك وغنبدا نقطع، نبدا نطلقها. غنبدا نطلقها حتى يبدا يبان لي السمك ديالها، ومن بعد غادي نثنيها بحال الرغيفه، غير باش ملي نبغي نصاوب هاد الرغيفات يجيوني مورقين ويجيوني غزالين. دابا غادي نعاود نطلق، صافي غنخليها غير هكا تترتاح ونعاود نطلق الاخرى. بالنسبه اللي عنده الماكينه فيقدر يطلقها هكذا في الماكينه، انا عندي ولكن ما الصراحه ما غير هكذا احسن. صافي البنات انا هنا غادي نحبس من الدليك، انتما تشوفوا السمك ديالها كيفاش. غنعاود ناخذ واحد الجراره نقاد الجوانب، هادو نحيدهم حتى نعاود نجمع العجينه نعاودهم. هنا كتبقاو دائما كتاخذوا على حسب القياس اللي بغيتو، انا غادي نحاول نقطعهم بهذا كتبقاو نتوما ديروا القياس اللي بغيتو، بغيتوهم كبارين بغيتوهم صغارين، انا بغيت نديرهم شويه صغارين. بالنسبه لهادو فانا غادي ندير غير هذا القياس هذا، انتم تشوفوا البنات. صافي غادي نقطع هكذا نمشي على القياس اللي بغيت. صافي غادي ندير الزيت في البوطه وغادي نبدا نقلي. انا البنات خديت الزيت صافي بديت كنقلي. بالنسبه للزيت انا درت كاسرونه وغنبقى نبدا ندير المعلقه فوق من هذه الرغيفه حتى يبداو يتنفخوا. ها انتم تشوفوا هذه اللي جرات نفخات، اللي بغيت تاخذ ليها غير اللون وغنحيدها، وراهم كيتنفخوا كيجيو غزالين. ها انتم تشوفوا البنات كيتنفخوا، وكنعاود نزيد نضيف واحده اخرى نفس الطريقه. كنبقى نبدا ندير الزيت فوق منها حتى كتنفخ، راهم ساهلين وكيتنفخوا كيجيو غزالين البنات. صافي غادي نبقى حتى نكمل بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو باش ما يجيش ممل. صافي غادي نحيد هذه بحال دابا هذه اللي انا قليت، انا ديجا وجدت العسل يعني اللي حيدتها البنات، فانا غادي نطفيها في العسل دابا هادي عاود نطفيها في العسل. صافي غادي نبقى نكمل بنفس الطريقه. هانتوما تشوفوا البنات من بعد ما قليتهم راه ملي كنحيدهم من العسل كيبقاو هما هما، هانتوما كيجيو اللوين ديالهم ذهبي. انا هنا راه بديت كنستفهم تنكملهم في الشكل النهائي ونرجع لكم.
صافي. من بعد ما كملتهم البنات زينتهم بالجنجلان كيف ما كتشوفوا، كيبقى دائما تزيين اختياري. تقدروا ديروا لهم الجنجلان اولا اللوز ايفيلي اولا اللوز مهرمش، كتبقى دائما حسب الرغبه وحسب المتوفر. وكان هذا هو الشكل النهائي. هانتوما تشوفوا البنات راه كلهم كيجيو منفوخين وكيجيو خاويين من الداخل، يعني ما فيهمش هكا عجينه ولا شي حاجه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، واللي اول مره يشوف القناه مينساش تضغط على اشتراك وزر الجرس باش يوصلو كاع الجديد. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم لانه كيهموني وكيحفزوني كيخليوني دائما نحط لكم الجديد. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.